هنستخدم بواقي لحمة، دي تقريبا ربع كيلو. بهارات تاكو، اللي ما عندوش بهارات تاكو هيحط ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشوية بابريكا أو شوية شطة أو بابريكا وشطة. ملح وفلفل، بصل مفروم، ذرة حلوة مسلوقة طبعا، فاصوليا سودة أو حمرة أو بيضة، احنا مستخدمين أحمر وأسود، انتوا حطوا اللي موجود عندكم، بتبقى علب في السوبر ماركت مسلوقة وموجود منها دلوقتي الجافة اللي انتوا ممكن تسلقوها في البيت. فاصوليا سودة وفاصوليا حمرة مسلوقين، علبة طماطم، دي طماطم اللي هي الطماطم الكونكاسيه، اللي هي بنجيب الطماطم نعمل لها اكس بالسكينة من تحت وبعدين ننزلها في المية السخنة لمدة 3 دقايق نطلعها. المية بتكون قد الطماطم بالظبط او اقل سنة، بنطلعها بعد 3 دقايق ننزلها في مية ساقعة ونقشرها ونرجعها تاني للمية بتاعة السلق لمدة 5 دقايق، يبقى عندكم الطماطم الكونكاسيه اللي بتتباع في السوق. مية او شوربة حسب ما انتوا عايزين، ورز مستوي، ده رز مصري مستوي. بعد كده للتقديم عندي جبنة تشادر مبشورة، وعندي مثلثات من العيش التورتية او التورتيلا او العيش المكسيكي، دول متقطعين كده زي ما انتوا شايفين مثلثات، ويا اما يتقلوا في الزيت يا اما بيخشوا على صاج الفرن يكون رشه عليهم رشه من الزيت خفيفه جدا. ده زيت ذره، والمطبخ المكسيكي او الاسباني او زي ما بقول لكم كده اللاتيني ده بيعتمد على زيت الذره بشكل كبير. فحطينا الزيت، هناخد البصل، الملح، الفلفل الاسود، بهارات التاكو اللي انا قلت لكم عليها فيها ملح وفلفل وكمون وكزبره وبابريكا وشطه عشان اللي ما عندوش يقدر ان هو يعوضها من اي الحاجات اللي موجوده في البيت. اقلب بس يطرى، هقوم منزله عليه اللحمه. حلو قوي كده، هبتدي اخد بقيه المقادير بتاعتي لان كله مستوي فلازم اسوي اللحمه الاول وبعدين اكمل. ادي الفاصوليا السوداء، الفاصوليا الحمراء، حمص ماشي، عدس بجبه، عدس اصفر، فاصوليا بيضه، دي علبه ذره حلوه مسلوقه بتبقى في السوبر ماركت بنصفيها ونشطفها ونستخدمها يا مشيره. ننزل بقى شوية الرز المستوي برضو يا جماعة، بواقي الرز اللي في البيت ده ما بنلاقيش حاجة نعملها فيه. النهاردة عندنا الوصفات كلها من بواقي الرز. حب قوي النصب في الحاجات دي انا على الولاد، متخصصة. هنزل بقى دلوقتي المية السخنة هنا، غرفت الشوربة اللي احنا عملناها مع بعض قبل ما نطلع من الفاصل، حطيت على وشها شوية جبنة. طبعا الناس النباتيين او الصايمين هيشيلوا الجبنة واللحمة، وهحط كده شوية من او كم قطعة كده من العيش التورتية المحمص.